إذن كما تابعنا، يعني هناك ردود فعل دولية حول هذا الهجوم الصاروخي بالأمس من إيران على إسرائيل، في رد فعل مفاجئ، خاصة أن إيران لم ترد بعد اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، ولكنها بالأمس فاجأت إسرائيل بهذا الهجوم الصاروخي وقالت أنه يأتي ردا على اغتيال هنية واغتيال أيضا حسن نصر الله. للمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن دكتور أمين المشقبة، أستاذ العلوم السياسية من الأردن. يعني دكتور أمين، بعد التحية، كيف تابعت ما حدث الأمس وأيضا ردود الأفعال حول هذا الهجوم الصاروخي المباغت من إيران على إسرائيل؟ يعني يأتي الرد الإيراني بعد عملية استهداف حسن نصر الله وعملية التورول في الجنوب اللبناني بشكل يعني مساندة الوكلاء أو الجهات التي تدعم من قبل إيران بشكل عام، وبالتالي هذه الضربة يعني جاءت ردا على السلوك الاستفزازي الإسرائيلي في المنطقة لما يجري في غزة وما يجري في جنوب لبنان وما يجري من يعني من عنجهية و يعني عند إسرائيلي بعدم وقف إطلاق النار تجاه ما يجري في المنطقة بشكل كامل. وبالتالي يعني إسرائيل تسعى لجر كل دول المنطقة إلى حرب إقليمية وتسعى إلى جر الولايات. نعم دكتور أمين، الآن ننتقل على الهواء مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. إلى هناك.